وانا صلي من زمان بقي وقلبي معلق بالمساجد. معلق بالمساجد؟ لا، هو كان معلق بالاقسام، بس ان شاء الله من دحين يعلق بالمساجد. الحمد لله الحمد لله، توبه من لم يطب السيف تاب بيطب. الله امين يا رب. الحمد لله ربي هداك. متدور يا ابي؟ ادور صناديل يا فك، مدري من الزرقين. كيف سرق؟ استغفر الله العظيم. متدور سعد، استغفر الله. ترفع الثوب؟ رفعته. هذا حق الصندل. والله انه حقي، والله انه حقي الصندل يا فقيه. حلو يا سعد. حقك؟ حقي. مدري كيف. يا كيف يا سعد؟ ما عرفش الصيام يا فقيه. ما بش فايده يا سعد.